بعض الأندية بعد خروجها من دوري أبطال أفريقيا أو أبطال أوروبا انتقدت التحكيم وتحديدا برشلونة وتحديدا مدربهم تشافي هرنانديز، وكان ليك تعليق في هذا الأمر رأيته أيضا على موقع التواصل الاجتماعي أكس. Guardi, ti dico solo una cosa. Tu sei egiziano e calcio Sì. è sport più popolare in Egitto. Ti fa في مصر، ولكن تلك الأمور لا نتحدث عنها. هل تعرف أي دولة في العالم يلعب فيها كرة القدم لم يتم نقد الحكام فيها؟ Arbitro è più facile scusa per chi perde. الحكم هو أضعف نقطة في المنظومة، فهو دائما ما يتم انتقاده فهو الخاسر دائما.